السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دا ودياشينا شرفت ليه كحيران جانال كينا سود واد والاليال كسود واد مالين عصوب اي موقال عصوب بلسا انت آن اسي دا دعين موقال كينا مانتا مركة هوري آن كوب اللونو صليق حبيب كينا محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد موقال كان لايك إنو سارة ولا ليال ما أنت وحن إذين وضا قصوين عجيب كوا صولغا أركي فضلغا صلغا نبيغا صلى الله عليه وسلم غار أهان صيغة الإبراهيمية أما قابكا إبراهيمية ذا صيغة الإبراهيمية وحالو يقانا صلغا نبيغا صلى الله عليه وسلم مركي لو أقرنا يقابكا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذا بقى بكاس أيا لو يقانا صيغة الإبراهيمية قصوين كعجيب كأه إيلاغ أركي هدي آن أقود قلو قصة كوبات qisadan koobaad waxa ay ku qabsatay ama ay ku dhacday wiil wiilkan ama ninkan waxa uu lahay haas haaskan caruur aad iyo aad u farabadan ayay u heesay aadna wuu jeclaa haaskiisa laakiin nasiib xumo haaskiisi waxa la soo darsay xanuun xanuunkaasoo maalinba maalinta ka dambeeyso ku sii badanayay إلا ugu dambeyn xanuunkii ay u adkeysan weysay walaala tacaalay oo dhakhaatiir ayaa la geeyay daawooyin ayay u soo qoreen laakiin waxba uma tarin xanuunka waxa uu ahaa xanuun aad iyo aad u daran oo maalinba maalinta ka dambeysa waa uu ku sii badanayay arintaasna ninkan walwal ayay ku heesay maadaama xaaskiisa ubadka badan u dhashay ay aad u xanuunsanayso maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa looga wacay meel quraan saar ah xaaskiisi oo xanuunsan wuxuu uga tagay ama la joogay markaas walaalaheed quraan saarkii ayuu aaday markii uu guriga ka baxay ayaa wuxuu yiri ilaahay baan ku dhaartay maanta markii aan albaabkayga ka dhaqaaqo ilaa aan albaabkayga ku soo noqonayo ma hadli doono oo hal erey ma dhihi doono ilaa hadii aan hadlo waxaan dhahayaa oo keliya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نين كان وحو كدارتي الباب كقولي سمركو كبحيو إلا أنتو قرآن سارك جو إلا أنتو سون قنا إنو أفكي سكتلق دونين أما كجو جن دونين سلق نبي صلى الله عليه وسلم قار أهان صيغة الإبراهيمية قبدي حاسكي سأهيدنا وحو غطي ولا عليها يدو حنوسا واو بحي سيدي أيون وعل علنا سلق نبي صلى الله عليه وسلم إلا ماشي أو تقي إلا أو ماشي قصور نخضة انتاس انت ساعدات أو مقنع سلق نبي أيوك علنا markii uu guriga imaaday qofka koowaad ee albaabka ka furay waxa uu ahaa gabadha xaaskiisa ee uu qabo walaalkeed waxa uuna yiri bishaaro arin farxad leh ayaan ku wadaa xaaskaagii aheedna walaashay waa ay fiicnaatay oo waa caafimaad qabtaa lugaheeda ayay ku soconaysaa oo wax ka halaysan ma jiro aad ayuu u farxay ninkan suduudu shukri ayuu nala dhacay maalintaas ama saacaddaas wixii ka dambeeyayna xaaskiisi xanuunkii kuma soo laabanin oo sidii ayuu uga guuray alxamdulillaah taasi waxay ku dhacday fadliga alle subxaanahu wa tacaala khaasatan dikriga alle iyo ku salinta xabiibkeena maxamed sala allahu calayhi wasalaam
هدبو حرب مانتا قصد اللبات إن أن إذن لو داغو تاسو كسابسا فضل يسال نبي صلى الله عليه وسلم كارهان سيغة الإبراهيمية قصدا وقصو كسابسا نن لذلمي ظلمي الله سبحانه وتعالى رالك معها إلهي ظلمك وحاو كحرمي نفتيسا أدوميه سنة وحاو كحرمي إن أي إسدلميان هذا قصدا هدي أن جودا قالوا قصدا وحي كدا عذينن نن كان وحقو كنولاي مجال أو غريب كأها أو طول كيسة يدت كيسة أي سندجنين هذا مجال أو قريب كأها أيود جنا نن كان وإسكش قيسنا يي أو شق أيو هلا أصلا نبض إسكج جوجو أو إسكش قيسنا يي أيا وحد عذين ماشي وكش قيني أصو شقدي صوته ووحد لباته وسل إيمان شقده وقت جيد أيوك إيماني ذات كقاب ونكسن أيو ولد أقماي إن مالن مال محكمة أه ننكي ماشى مدحضة أها وويري مركو ويري وأتغي وحالو شيغي شقدي إن لقبريي ومانت وحي كدن بفسحي هاي ننك ماشى ما ملاحة كأهويل إي قرابيهن بوسكي سلوك بدلي حتى ننكان لو مرادينين قيل أولما دهين شقداك صودخ ده ساناتهاي ساناتهاي لكن وحاسب برير ألوغ الشيغي إنو شقداك فسحن يهي بوس كاسنا لقلين أيو ننك مامول كماشاك أهوي لي قرابيهين ماانت أيانا فسحن ته أيالو جيري خوري لوغ مدينين أولما دهين بشان شق سيراتو أم وح سيراتو والوغ برين دونا لو مشيين مال أو وحكا بلاو ماله مال أو وحكا كينا ماله dad kiisa iyo tul kiisa iyo qaraabadiisna meel uma joogan meesha uma joogan ninkan shaqada ilaan xukumo lahan uu iska soo tagay asigoo isku oynayo oo zaaid umurugaysan zaaid u ciilan maalmo badan ayuu iska ooyay xitaa wuxuu ku fikiray marmarka qaar in uu isdilo oo nafta isdaafiyo problemka iyo mushaakilka iyo ciriiriga uu ku dareemay shaqo la'aanta darteed wuxuu ku fikiray in uu nafta isdaafiyo oo uu adduunyada ka tago asigoo tala ku cakiran tahay oo dhibaatadaas haysato ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa u yimid wiil ay saaxiib ahaayeen oo wiil fiican ahaa waxa uu dareemay dhibaatada haysato wuxuu yiri saaxiib maxaa kugu dhacay wiilkan wuxuu uga sheekeyay dhibaatadii ku dhacday iyo sidii qaabka darneed uu la dhaqmay ninkii meesha uu ka shaqeynayay madaxda ka ahaa iyo sida dulmiga ah ee looga qaaday shaqadiisa wiilkan wuxuu yiri saaxiib bin aadan waxba kuma hayo alle subhanahu wa ta'ala ayaa awoodo waxaana laga yaabaa qofka saas ku galay in uu alle subhanahu wa ta'ala lugahaada hoostiisa keeno aniga waxaan ku dhihi lahaa in aad badsato saliga nabiga sallallahu alayhi wa sallam aniga waan tijaabiyay oo waan ku faa'iiday muraad badan oo aan lahaane alle subhanahu wa ta'ala wuu igu siiyay hadda waxaan marayaa heer hadii aan wax u baahdo aan bilaabo saliga nabiga sallallahu alayhi wa sallam anigu niyeesanaya inuu alle subhanahu wa ta'ala waxaas siiyo wax alle ii wixii aan niyeestana waan helaa ee saaxiib saliga nabiga bilow waliba qaabka siiqatu ibraahimiyya ninkan wiilka saaxiibkiis ah taladiis waa u qaatay laakiin asiga quus ayuu tagay xitaa wuxuu ku fikiray ma isdishaa adduunyada yacni waa ku rajabeelay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu bilaabay maalintii wuxuu akhrin jiray kun mar maalintii koobaadba waxa uu dareemay in qalbigiisa iyo laabtiisa ciriirigii uu ka baxay yacni qof ku fikiraya inuu isdilo ciriiriga haysto yacni wax fudud ma aha maalintii koobaad markii uu bilaabay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam faa'iidada koobaad uu ka helay waxay ahayd in laabtiisa ciriirigii ay dareemaysay oo ka fiicnaaday maalintii labaad ayuu waday maalintii saddexaad ayuu waday laba isbuuc 14 bari markii uu waday saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa waxaa loo soo sheegay in shaqo bannaan oo waliba loo baahan yahay qof tilmaamihiisa leh shaqo bannaan ayaa loo soo sheegay waxaana loo baahan yahay qof digriiga uu wato iyo astaamihiisa leh shaqadii ayuu tagay imtixaan ayuu galay waxaa loo sheegay qofka ugu wanaagsan ee ugu habboon meesha inuu yahay shaqadaasna waxaa lagu qaadanay mushaar aad iyo aad u fara badan oo mushaarkii shaqadii hore ee laga ceyrinayay saddex jibaarkeed ah
الله سبحانه وتعالى فضلك سأي أودي سبل كورن شلي مال أيها لغسو بريي وحاو غارهير ونفت إصدافيو مانتن مشاركي لغوغو ميسني ونفت إسكو دافن غاري مشاركة بدن أيو هلي الله سبحانه وتعالى فضلك سأي كدحدي يسليغ نبيغ صلى الله عليه وسلم هدب أن دائنو سليغ نبيغ صلى الله عليه وسلم ولبا صيغة الإبراهيمية وأد ما تنتهي ولا لا قروح البدن مقالك هدي أذهل كان سو قرتي فضلا أشير قري أصحابتك لسي أقفا إذيستان لقيا وقف كربيسا إنو الله سبحانه وتعالى كربذا قفيدو قف أولاد لآن هيسو إنو الله سبحانه وتعالى أولاد كسيو قف عريري هيسو إنو الله سبحانه وتعالى عريري كذا مقالك نلاك إنو صار إن شاء الله هدان وعصبتها إني كسو دو جنال كأو سبسكرايب سارو كان بلال كانوا فروسي أدودا وطو مقالة دي نحيقة هادي أرهي نولو جوكتين ومهات سنتهاي وحي تلا إتصال أنا قيبتها سيكومنتي بأي قريبا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.